مرحبا بالشباب الطيبة، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وبأحسن حال. سويت لكم فقرة جديدة اسمها يلا نسوي إعلان. بهاي الفقرة راح نحكي عن كيفية تصوير الطعام والمنتجات بطريقة احترافية، وأكيد راح أخذكم خلف الكواليس وياي خطوة بخطوة، أشوفكم شلون دي يسوون هاي الصور وشلون دي يسوون هاي الفيديوهات اللي إحنا نشوفها بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي أو نشوفها على التي في كوميرشلز والتلفزيونات. وبهاي الحلقة راح نسوي إعلان لشركة فوبو اللي هي تسوي فيبس وتصنع فيبس. لكن قبل ما أدخل وأشرح على طريقة التصوير، هذا الإعلان هو غير مدفوع الثمن، وأكيد مدى أحرض الناس على التدخين، سواء التدخين الإلكتروني أو التدخين العادي. لكن اللي جذبني بهذا المنتج هو شكله وحجمه، وأيضا التانك مالته والتخصرات والفينيشينج اللي مستخدميه لهذا المنتج، اللي هو نصه جلد ونصه اللي هي هاي المادة المطفية. تخيلتها كلش راح تطلع بالتصوير حلوة، خصوصا ويا ضربات الإضاءة والرفلكشن. فدخلت على الأوفيشال ويب سايت مالتهم وحاولت ألقي صورة فضائية، هاي الصور الغريبة اللي احنا نحبها، ضربات إضاءة وشوية سموك طالع، ما لقيت. كل الصور اللي لقيتها هي باكراوند بيضة أو لايف ستايل. فأنا راح أسوي الصور بطريقتي وبالفيجن مالتي. تعالوا وياي خلف الكواليس. خلصنا فقرة الفوتو والصور. مثل ما شفتوا بالكواليس استخدمت راسين إضاءة، واحد على اليمين وواحد على اليسار، واحد باللون الأحمر وواحد باللون الأزرق، وأيضا استخدمت مشتتات الإضاءة اللي هي الديفيوزرز حتى أحقق إضاءة حلوة وناعمة على المنتج. يلا نروح خلف الكواليس ونسوي الفيديو، شوي نعيش الدراما. أنا سامي فتاح، صانع أفلام ومصور طعام ومنتجات. تحية حب واحترام لكم جميعا، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير، وإن شاء الله نشوفكم بإعلان ثاني.